مباشرة مع المركز الثاني. لحظات وصول ودخول من جميلة راشد بن أحمد بن عمه المنصوري، بينما اللي احتلت وخذت المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وانطلاقة من مشاكل محمد بن راشد بالهول المهيري يتواجد مع انطلاقة مشاكل في هذه اللحظات. المركز الرابع وصول وتقدم من مياسة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي اللي خذت المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما المركز الخامس وصول وتقدم من هملولة في هذه اللحظات راشد بن حميد الكاسبي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، ولكن أتابع من خلف المراكز الخمسة الأوائل الشعارات الجميلة والأسماء العملاقة التي سطرت حروف من ذهب. أعود مع البداية هنا، أعود مع الصدارة والمقدمة. طيارة اليبهوني هنا تتواجد في ميدان سويحان، تتواجد في مهرجان هناك قصر الحسن على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، مع انطلاقة زعفرانة في موقع الزعفران في موقع النواميس بهذا الشعار الجميل. يتواجد سلطان بن علي اليبهوني الظاهري على صدارة هذا الشوط. انتقل مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام مصيحة زايد بن عبد الله بن راشد ايضا يتواجد، ولكن هنا مصيحة نعم بالفعل. هكذا ايضا النتيجة، المركز الاول والمركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات من مصيحة. زايد بن عبد الله بن راشد يتواجد على المركز الثاني، انتقل مباشرة. الله يا سلام، شوفوا من القادم المنطلق هناك ايضا مع سوقة تسوق كلمات الناموس عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري. هنا وصول وتقدم من هذا الشعار الجميل، بينما المركز الرابع الله يا سلام، السيارة بالانتظار من هو سعيد الحظ من هذه الشعارات الجميلة، الشعارات المميزة. هنا أشوف الدخول من جميلة راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري، تدخل مع انطلاقة جميلة، بينما المركز الخامس وصلت هناك مياسة دنام فالح بن سيف الشامسي على المركز الخامس. هكذا نتيجتنا غدعناها لكم لكي نعطي المعلومة الواضحة للملاك والمضمرين والمتابعين وعشاق رياضة الآباي والأجداد. نعود مع الصدارة الأولى، نعود مع المركز الأول، نعود مع شعار اليبهوني هناك أيضا على الصدارة والمقدمة، مع انطلاقة زعفرانة على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. ولكن أسماء تدخلت، أسماء ما يبنى لها طاري تدخلت هنا أيضا في هذا المسار الجميل والمميز. وصول من هناك أيضا خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، وصول وتقدم من هذا الشعار، الشعار الذي دائما له وصولات وجولات في عالمنا الساحر، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. ولكن المركز الرابع من الجانب الأيمن هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات، شمعة عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري على المركز الرابع، ينتقل مباشرة على المركز الأول في هذا المسار. بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت هناك سوقه، عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري هنا يتواجد على خامس المراكز. وصول من هذه الاسماء، وصول من هذه الشعارات، مياسه مياسه مياسه، دنام فالح بن سيف الشمس، يا سلام حرارة الشوط ترتفع. السيارة هنا تحتار ما بين هالشعارات، تحتار ما بين هالأسماء. الناموس لمن في هذا الشوط، الناموس لمن في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، أعود مع البداية الأولى، أعود مع الصدارة الأولى، مع مقدمة هذا الشوط. هناك أيضا ما زالت شمعة عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. هنا أهالي مصانع الجنوب، أهالي مصانع الجنوب بدأ يسيطرون كل السيطرة، ولكن المركز الثاني الله يا هذا الكيلو، الله يا هذا الكيلو، الكيلو
الأخير الكيل الخطير والمثير في نفس الوقت أيضا على المركز الثاني وصول وتقدم هنا من زعفرانة سلطان من علي اليابهوني الظهري المركز الثالث. شوفوا الأسماء التي تدخلت في هذه اللحظات على المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. وصلت منصولة تقدمت شواهين وصول هناك أيضا جنون خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي وصول هناك أيضا جنون في هذا الانطلاق. ولكن نعود مع البداية نعود مع الصدارة هنا نعود مع المركز الأول. الله 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 يا سلام يا سلام شوف الرقص الجميل الخمسمية متر الأخيرة جولة الأوامر حرك اللي بالسيارة يحرك اللي بالناموس من هذه اللحظات. ولكن هناك الوصول من طرف طلال بن حمدان بن عيسى البادي هنا وصل على المركز الثالث. نعود مع اهالي مصانع الجنوب نعود مع الصدارة والمقدمة. سلام مصانع الجنوب سلام سلام يا العاملي سلام. هناك ايضا مع تقديم هذه النوعيات مع تقديم شمعة عبد الواحد بالخزع بالعثة العاملي سلام 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 تحية واحترام سلام هناك ايضا لاهالي مصانع الجنوب وسلام للوقن سلام. اسعد الله صباحكم وناموسنا لمبارك. المركز الثاني لحظات الوصول للشاذلية عبد الله بن راشد بن ايع القفلي والمركز الثالث لحظات وصول وتقدم هنا ترف طلال بن حمدان بن عيسى البادي واللي احتلت المركز الرابع وصول من حفل بخيت بن راشد بن سيف الشامسي والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام مشكوره محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي. هكذا نتيجتنا للخمس المراكز الاولى تهانينا والناموس على فوز شمع عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري. التوقيت 7:34 وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس. المركز الثاني لحظات وصول من الشاذلية عبد الله براك بن على الطلي 7:35 جزءا يتيما من الثانية بينما اللي احتلت وخذت المركز الثالث ترف قدمت العرض الجميل صلاح بن حمدان بن عيسى البادي. والتوقيت الزمني 7:36 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.